احنا مشروع التخرج بتاعنا تبع جامعه الفيوم كليه الهندسه، معانا اثنين سوبرفايزرز دكتور رانيا بالسعود ودكتور مريم فايد. مشروع التخرج بتاعنا عن الوايرلس سنسور نتورك تكنولوجي. هنا بين ميمز بروفيشنال كيت، هي فيها ست نودز وبيز ستيشن داتا اكوزيشن بورد ويو اس بي بروجرامينج بورد وراديو بورد. النودز بتسنس الانفايرمنت اللي حواليها وتبعت الداتا للبيز ستيشن، والبيز ستيشن تبعتها للكمبيوتر تظهر على برنامج الجي او اي. النودز بتسنس اللايت والاكسلريشن والبريشر والتمبريتشر والهيوميديتي والفولتج. برضه هنا عندنا داتا اكوزيشن بورد فيها تو ريليز بحيث ان هي تاخد اكشن، وممكن اوصل بيها اكسترنال سنسورز. هنا اليو اس بي بروجرامينج بورد بين بروجرام بيها الراديو بورد اللي هي الايرس اكس ام 2110 بلغه نس سي نتورك امبيدد سيستم سي عشان تؤدي الوظيفه اللي احنا عايزينها، عشان بعد كده بنركبها على داتا اكوزيشن بورد. احنا اخترنا مشروع الوايرلس سنسور نتورك علشان هو اول مره يتعمل عندنا في الجامعه واول مره غالبا يتعمل في مصر. هو منتج وخدمه قيمه نقدمها للعميل، وكمان احنا فوجدنا في مسابقه الـ MIE هنتعلم وهيضيف للمشروع بتاعنا. وكمان الووتر احنا بنحاول نخلي استخدامه يكون ماتش مور افيشنت. هنا الاسامي حسب ظهورنا في الفيديو، احمد حسين عباس هتكلم عن الايرفيشن كنترول، بعديها جهاد مصطفى احمد هتكلم عن اللوكاليزيشن، بعدينا مايا مدحت محمد هتتكلم عن الجي او اي، وفي الاخر ايمان عادل احمد هتتكلم عن الراوتر بروتوكولز. احنا انجازاتنا في الجروب ان احنا عملنا ابلكيشن لبيبر في وورلد كونجرس اوف كمبيوتر ساينس اند انفورميشن تكنولوجي، ودوت الاكسبتنس ليتر، وبعد كده دوت الانفيتيشن ليتر، وبعد ما عملنا برزنتيشن ديت صوره للشهاده اللي احنا خدناها، وكمان نشرنا بيبر في اونلاين جورنال اوف كمبيوتر ساينس اند انفورميشن تكنولوجي، وشاركنا في مسابقه اي تريبل اي اي بي ام سمارتر بلانت تشالنج ستودنت كومبيتيشن، وهي الشهاده كل واحد مننا في التيم اخذ شهاده من ديت. وكمان شاركنا في المؤتمر اللي هو Prospects of Engineering Solutions and Challenges of the Times لسنة 2013. الزراعة هي من أكبر مصادر الاستهلاك لمخزون المياه في العالم، دوت بيكون ليه بعض التوابع. أول حاجة إن الإنتاج من الغذاء للمستهلكين الحاليين أو للأجيال القادمة بيكون unsecure، بمعنى إن هو ممكن الاستهلاك يكون عالي بس الإنتاج نفسه بيكون قليل. تاني حاجة المزارع ساعات بيضطر يستخدم كمية مياه أقل وبالتالي إنتاجه بيكون قليل. تالت حاجة ساعات بيضطر إن هو يستخدم المياه الكواليتي بتاعتها مش كويسة، ودوت بالتالي بيخلي إنتاجه من المحصول يكون قليل والمحصول تكون جودته قليلة وبيسبب ملوحة للتربة، وهو بيعالج دوت بالأوفر إيريجيشن إن هو يزود المياه على التربة بحيث ينقيها من الأملاح. رابع حاجة إن بيحصل لارج إنكم لوسز، لأن هو بيفقد من الدخل اللي هو يعني متوقع إن هو يوصل له، لأن هو بيستخدم أسمدة كتير ومية كتير. إحنا عايزين نعمل إيريجيشن مانجمنت سيستم بكونسبت مور بروبر دروب، عايزينه ينزل على الفارم ليفل بسهولة بحيث إن هو يكون للظروف اللي هي إن كمية المية قليلة أو الكواليتي بتاعتها محدودة. تاني حاجة تكون الفكرة جديدة بسيطة بحيث إن المزارع يعملها ديبلويمنت بسهولة وتكون أفوردبل بحيث إن هو يقدر يتحمل التكلفة بتاعتها. تالت حاجة يكون في ديسيجن سبورت سيستم يشتغل مع أي نوع من النباتات في أي وقت من فصول السنة. رابع حاجة يكون السيستم سمارت كفاية بحيث إن هو يقدر يعمل فارم زونينج وكروب بلاننج بحيث المزارع لو حب يستخدم الأرض بتاعته بنسبة 100% مفيش مشاكل، أقل من كده برضه ما يكونش فيه مشاكل عشان ما يستهلكش التربة. هتكلم دلوقتي على الإمبلمنتيشن للإيريجيشن مانجمنت سيستم. إحنا هنا عندنا داتا أكوزيشن بورد والسويل مويستشر سنتر. دوت بيقيس ما بين البلوكس بتاعته الفولتج اللي في الموجود في التربه، لو كانت الميه كتيره الفولتج هيكون عالي، لو الميه قليله الفولتج هيكون قليل. السويل مويستشر سنسور دوت بنوصله بالداتا اكوزيشن بورد، والداتا اكوزيشن بورد بنحطها على الايرس بورد اللي هي الريديو بورد. قبل ما نحطها عليها بنكون حاطينها فوق اليو اس بي بورد علشان نعملها بروجرامنج. البروجرام اللي هو بيخلي داتا اكوزيشن تسامبل الداتا اللي جايه من السويل مويستشر سنسور، وعلى اساسها تاخد القرار ان هي تشغل الفولف للووتر او ما تشغلهاش. ممكن نستخدم النوز اللي معانا ديت تعمل مالتي هوب راوتنج عشان توصل الداتا اكوزيشن بورد بالبيز ستيشن على الكمبيوتر، ودوت ممكن يسمح لنا بقيمه ثيوريتيكال 3500 متر. ديشن يوزنج دبليو اس ان وايرلس سنسور نتورك. عندي اكتر من ابلكيشن بستخدم فيهم لوكاليزيشن. واحد بستخدم لوكاليزيشن انا اعرف مكان الحريق بسرعه باستخدام التمبريتشر سنسور، وبالتالي الفاير وركس بيروح المكان ده بسرعه. عن تاني ابلكيشن بعمل تراكنج للانفنتوري ايتم، وده بتستخدمه شركه فيديكس انها تعرف مكان البضائع فين بتاعتها فين بالظبط. تالت استخدام بعمل تراكنج للبريزونرز. رابع ابلكيشن ان انا بقدر احدد اماكن الويكنس للبريدجز والبيلدينج، وده خصوصا بيستخدموا في الصين نتيجه الضغط العالي للبريدجز. ال WSN ليه اكتر من ميزه عشان كده انا استخدمته في اللوكاليزيشن. اول حاجه ان هو لو كوست، تكلفة التصنيع قليلة. تاني حاجة لو باور كونسامبشن، استهلاكه للباور قليل. تالت حاجة ان هو بيتفوق على الجي بي اس، ان انا بقدر استخدمه اندور واوت دور،
انما جي بي اس انا بستخدمه او الدور بس. رابع حاجه اللي هو جريت اكيوريسي، انما الجي بي اس سمول اكيوريسي بقدر استخدمه من 20 ل 50 متر بس. احنا بنعمل لوكاليزيشن الجوريزم باستخدام الار اس اس اي فاليو ريسيفد سيجنال سترينس انديكيشن، وده عن طريق ان انا عندي اربع ريفرنس نودز والبيس ستيشن، عارفه قيمه كل ار اس اس اي لكل نود، وعارفه المسافه ما بين كل نود والبيس ستيشن. عندي تارجت نود بقدر احددها في اي مكان عن طريق السيجنال اللي بتستقبلها الريفرنس نود من التارجت بتاعي، بقدر احدد مكان التارجت فين بالظبط. اكتب المعادله على الجي او اي بتاعت المشروع بتاعي في برنامج زي نود بيو، بيبقى ديزايند مينلي للريسيرشرز والساينتست والاكاديميك وورك، وكمان بيسبورت بس الديفولت داتا ستراكشرز بتاع الباكت، يعني اي تغيير في الباكت داتا ستراكشر مش هقدر اشوفه. الجي او اي بتاعتنا هتبقى مختلفة بانها much more user friendly، وكمان بستخدمها لل environmental data collection، وكمان تقدر تحددلي ال location بتاع النودز عن طريقها، بقدر اعمل monitoring لل location بتاع النودز، وبرضو بشوف من خلالها ال soil profile وال irrigation schedule، وكمان بتسبورت اي modification اقدر اعمله في ال data structure بتاع الباكتس. ال GUI بتاعتنا هتسبورت اول حاجة ال authentication عن طريق ال login window، ال username وال password 2 field side menu، لو valid هيدخل بانتر على المين panel. المين panel عندي كذا option، اول option عندي ال greenhouse، عن طريقها هيشوف ال user information عن السوق الموجودة في المكان. تاني حاجة ال water reservoir هيشوف معلومات عن مستوى المياه في الخزان. اللي بعد كده عندي ال soil profile هيشوف ال moisture وال irrigation schedule. بعد كده عن النودز انفورميشن هيشوف الباور بتاع النودز عشان البطري بتاعتها لو قلت البرفورمانس بتاعها بالتالي هيقل. اللي بعد كده عن التراكينج اوف وركرز عن طريق اللوكاليزيشن هشوف التراكينج اوف وركرز وحدد اللوكيشن بتاعها. بعد كده عن الانفيرمنتال مونيتورينج هشوف عن طريقها معلومات عامة عن المناخ. يعني دوست على البتن بتاع جرين هاوس في النيم بانل ظهرت لي الويندو دي، هختار منها جرين هاوس نمبر 2 فور اكزامبل. عندي هيظهر لي المعلومات دي soil moisture status و humidity light intensity و temperature. لو دوست على irrigation schedule هيظهر لي معلومات على اخر irrigation حصل و next irrigation. لو دوست على irrigation chart هيظهر لي the chart دي ما بين irrigation و time. هنتكلم النهارده عن الراوتر بروتوكولز في الواي بيسنس نتورك. الراوتر بروتوكولز ده هدفه ان هو يجمع الداتا ويوصلها للبيس ستيشن. التحديات اللي بتواجه الراوتر بروتوكولز في الواي بيسنس نتورك عن اي نتورك عاديه ان الميزه بتاعتها انريلابل ماشي. تاني حاجه الباور كونسمشن. الباور كونسمشن ده مهم جدا ان هو بيحدد اللايف تايم بتاع النتورك. يعني انا مثلا عندي ما كل النص دي عايزه تبعت للبيس ستيشن اكتر ثلاثه هيبقى عليهم اوفر هود، هم الثلاثه اللون دول بسميهم كريتيكال نودز ماشي. مع الوقت الباور بتاعتهم بتقل فهيتحولوا ده تظبط ويتعزل تماما على البيس ستيشن. انا عندي هنا مثال بسيط، هي دي النوتس كلها اكتر ان هنا هيبقى عليهم اوفر هيد هما الاثنين دول بس ده مثال بسيط جدا يعني، بس هما في الحقيقه المسافات بينهم بتبقى اكبر من كده. المودلز بتاعت الراوتر بروتوكولز في الواير سنس نتورك، اول موديل عندي شبه الستار، كل النودز عندي متوصله بالبيس ستيشن. تاني موديل اللي هو المالتي هوب، النود عندي بتمشي من هنا لهنا 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 لحد ما توصل للبيس ستيشن. اشمعنى بتمشي من هنا لهنا مش من هنا لهنا؟ مثلا عن طريق حاجه اسمها الراوتر ماتريكس. الراوتر ماتريكس دي اربع حاجات، اول حاجه المينيمم هوب، الانرجي كونسمشن، الكواليتي اوف سيرفيس، والروبستنس ماشي. الاشكال بتاعت الراوتر بروتوكولز هو ليه اشكال كثيره. اول طريقه كلاستر، ثاني طريقه اللي هي الفيرتشوال لينك. الكلاستر دي انا عندي السنك في النص اللي هي البيز ستيشن وكل مجموعه من النص بتعمل الكشن بتتاخد واحده منهم بتبقى هي الكلاستر هيد، هي اللي بتوصل دايركت للبيز ستيشن تمام ماشي. تاني حاجه عندي اللي هي الفيرتشوال جريد. الفيرتشوال جريد دي انا بقسم النص اللي عندي لاكثر من ريجن فيرتشوال، وكل ريجن بيختار واحده منهم بتبقى هي مسؤوله عن عمليه الراوتر عشان توصلهم من البيز ستيشن. عشان برابر امسك الراوتر بروتوكول هم 16 هنا بتوصل من الاوبريرا. انا بقيس الدي اتش سايكل في الترانسميتنج والريسيفنج عشان الباور كونسمشن بتاعتي تبقى اقل وعشان تبقى افشنسي اكتر تمام، وبشوف النتائج دي على الكيس اللي عندي عشان تبقى حقيقيه اكتر. وشكرا لكم.